الشمس أبهرت الإنسان من قديم الزمان بطاقتها المستمرة والكبيرة، وعرف أنها تزود الأرض بالدفء والطاقة، لكن ما كان يعرف أنها نجم مثل باقي النجوم اللي نشوفها في الفضاء، وأيضاً ما كان يعرف يفسر الظواهر الفلكية اللي مرتبطة فيها. الكسوف مثلاً كان يثير الرعب والخوف، وطلعت الأساطير تحاول تشرح شو اللي يصير وشو اللي يخلي الشمس تنطفي في النهار. وقصتنا تبدأ من عند شعب الفايكنج. في القرون الوسطى وفي بلاد اسكندنافيا سيطر شعب الفايكنج على شمال أوروبا. كان شعب محارب واشتهر بركوب البحر والتجارة. هذا الشعب كان عنده أسطورة تتكلم عن ذئبين، الأول سكول والثاني هاتي. الذئبين كانوا كل يوم يلحقون شاب وبنت، يقودون عربات بخيول يطيرون فيها في السماء. الشاب والبنت هم الشمس والقمر، وكانوا الفايكنج يعتقدون أنه إذا قدرت الذئاب أنها تمسك الشمس والقمر راح ينتشي الكون. وفي أوقات الكسوف كانوا يظنون أن الذيب الشرس سكول قدر يمسك الشمس وبدأ يأكلها، فكانوا يجتمعون بأعداد كبيرة ويصرخون في وجه الذيب على أمل أن يتراجع عن تدمير عالمهم. وكان سكول يتراجع بسبب صراخه ويأجل التهام الشمس وانتهاء عالمهم لوقت ثاني، وهو موعد الكسوف اللي يأتي بعد فترة. أحد أروع الأحداث الفلكية اللي نقدر نشوفها بالعين المجردة هو كسوف الشمس، وخاصة الكسوف الكلي، يعني يوم ينقطع ضوء الشمس في النهار لدقائق ونقدر نشوف النجوم ويحل الظلام. ولكن سؤالنا هو كيف يصير هذا الكسوف؟ مثل ما نعرف القمر يدور حول الأرض والأرض تدور حول الشمس، وكل واحد منهم له مدار محدد، ويوم يمر القمر بين الأرض والشمس أثناء النهار يحجب ضوء الشمس عنه وتغيب لفترة من الزمن. لكن ليش ما يصير الكسوف كل شهر؟ السبب الأول هو مدار القمر مائل بزاوية 5 درجات عن مسار الشمس، والسبب الثاني أن لازم الشمس والقمر والأرض يكونون على نفس الخط وفي نفس الوقت تماما، وهذا شيء ما يصير إلا بعد فترات متباعدة. واليوم نقدر نعرف بالساعة والدقيقة وقت حصول الكسوف، لأن صار عندنا تقنيات تساعدنا نحسب مسارات الكواكب والأجرام السماوية بدقة. ويوم تختفي أشعة الشمس بالكامل نسمي الظاهرة كسوف كلي. وعلى فكرة من وراء هذا النوع من الكسوف تم استكشاف الطبقة العلوية للشمس وهي الكورونا. أما إذا مر القمر أمام الشمس وحجب جزء منها هذا يسمى بالكسوف الجزئي. وهناك نوع ثالث وهو الكسوف الحلقي، ويصير يوم يتعرض القمر بشكل كامل وتظهر هالة دائرية حوله. وفي شيء لازم نذكره وهو أن قطر الشمس أكبر من قطر القمر 400 مرة، وحتى يحدث الكسوف يجب أن تكون الشمس أبعد من القمر 400 مرة من بعد القمر عن الأرض، ويومها يغطي قرص القمر قرص الشمس ونشوفهم وكأنهم بنفس الحجم. مدة حدوث الكسوف الكلي ما تزيد أكثر من 7 دقائق و31 ثانية، يعني مدة قصيرة جداً.
ولأن فترة الكسوف الكلي مش أكثر من عدة دقائق، وهي فترة غير كافية لدراسة الكسوف والظواهر العلمية الناتجة عنه، يلجأ الفلكيون في العادة لاستخدام الطائرة النفاثة اللي تحلق بسرعة توصل إلى 2000 كيلومتر في الساعة، وبهذه الطريقة يقدرون يرصدون الكسوف أثناء اكتماله لمدة توصل إلى 70 دقيقة. يعني أثناء الكسوف الكلي تختفي الشمس من نهارنا لدقائق، ولكن فرضاً انطفت الشمس، شو هي الفترة الزمنية بحيث الحياة على الأرض تستمر بعد ما تختفي الشمس؟ أولاً خلونا نعطيكم مثال بسيط. تخيلوا أنكم وضعتوا فنجان قهوة ساخن في الثلاجة، هذا الفنجان بيبرد فوراً صح؟ لا، أكيد بيأخذ له وقت حتى يبرد، وهذا نفس الشيء يصير إذا انطفت الشمس. نحن ما بنشعر بالانطفاء إلا بعد 8 دقائق و20 ثانية، لأن هذه الفترة الزمنية اللي تستغرقها أشعة الشمس أنها توصل الأرض، ولكن قلب أو جوف الأرض يبقى دافي على الأقل لبضع ملايين السنين. اللي ممكن يصير أن خلال أسبوع من انطفاء الشمس متوسط درجة الحرارة لسطح الأرض بتنخفض ل 18 درجة تحت الصفر، وخلال سنة بتتراجع إلى 37 درجة تحت الصفر، والطبقات العليا من المحيطات بتتجمد تماما، ولكن الجليد في هذه الحالة بيعزل المياه العميقة في الأسفل ويمنع تجمد المحيطات لفترة طويلة. ومن الممكن كنوع من الحلول يعيش البشر في الغواصات في أعمق وأدفأ الأماكن في المحيط، وهي بالقرب من الأماكن البركانية، ولكن الخيار الأفضل ممكن يكون في المخابئ الجوفية أو اللي تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية. وواحد من أفضل الأماكن لهذه الظاهرة هي أيسلندا، لأن هذه الجزيرة تأمن بالفعل 87% من طاقات المنازل من خلال الطاقة الجوفية، ومن الممكن أن يستمر الناس في تسخير الطاقة البركانية لمئات من الأعوام. وفي جانب ثاني لهذه الفرضية، وهو يوم بتختفي الشمس عمليات التمثيل الضوئي بتتوقف، ومعظم النباتات بتموت في أسابيع قليلة. وبالرغم من هذا الشيء، الأشجار الكبيرة ممكن تبقى على قيد الحياة لعشرات السنين بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي. وطبعاً موت عدد من الكائنات الحية بيدمر السلسلة الغذائية، لأن بسبب اختفاء بعض النباتات اللي تشكل الغذاء لأنواع أخرى من الكائنات، وبالتالي الكائنات الأخرى بتموت بدورها. الناس كانوا ينظرون للشمس والقمر بأكثر من طريقة، وهذا الشيء حسب البلاد اللي هم عايشين فيها. مثلاً في البلدان الحارة كان بعض البدو يعتبرون الشمس عجوز شريرة والقمر شاب وسيم، بينما في البلدان الباردة كانوا ينظرون للقمر كأنه شيء قاسي، والشمس كانت مصدر الخير والجمال. ونحن اليوم صرنا نعرف أن الشمس والقمر ما هم موجودين حسب يتناوبون في نشر النور على الأرض، بل وجودهم يعني استقرار واستمرار الحياة على كوكبنا.